نشرة المنتصف مباشرة من قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين: الندوة الثامنة رفعت والمستوى حول السلم والأمن في إفريقيا، تختتم أشغالها اليوم بالجزائر بتوصيات ترفع لقمة الرؤساء. قائد الجيش في السودان يؤيد تطبيع مع الكيان الصهيوني ويتعهد بعدم ترشح للرئاسة. محادثة فيينا تتوقف دون إحراز تقدم، فرنسا تصفها بالفاشلة، وغضب غربي من إيران المتشبثة برفع العقوبات. وفي النشرة: وقفة عند الشيخ عبد الحميد بن باديس باعث الحركة الإصلاحية بالجزائر في الذكرى 130 لميلاده. أهلا بكم من جديد. تختتم اليوم بولاية وهران غرب الجزائر أعمال الندوة الثامنة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا. وبحث المشاركون على مدار 3 أيام في هذه الندوة التي عرفت مشاركة مسؤولين رفيعين في الاتحاد الإفريقي عديد القضايا والمسائل المتعلقة بالأمن والسلم والتنمية. وستختتم الندوة بجلسة يترأسها وزير الخارجية الإثيوبي رئيس مجلس السلم والأمن الإفريقي، تناقش خلالها بنود البيان الختامية على أن يتلو وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة في ندوة صحفية توصيات ومخرجات الندوة رفيعة المستوى للسلم والأمن في إفريقيا. للحديث أكثر حول الموضوع ينضم إلينا مباشرة زميل فهم أبو عبد الله. أهلا بك، مرحبا فهم. فهم، بداية ضعنا في الصورة صورة الجلسة الختامية من الندوة الثامنة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا بوهران. نعم، تحية طيبة لك زميلتي ميساء ولكافة مشاهدي قناة الجزائر الدولية. إذن الآن نحن متواجدون في قاعة المحاضرات التي شهدت قبل قليل اختتام أو تلاوة البيانات الختامية أو ملاحظات المشاركين في هذه الندوة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في أو مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، على أن يتم تلاوة البيان الختامي والتوصيات الختامية لهذه الندوة الثامنة والثالثة على التوالي التي تحتضنها مدينة وهران. لا بأس أن نذكر زميلتي مشاهدينا الكرام بأبرز ما شهده أو ما شهدته صباحة اليوم من اليوم الثالث من هذه الندوة، حيث بدأت بجلسة مغلقة شاركت فيها كل الوفود والشخصيات المشاركة في هذه الندوة. بعدها بدأت تلاوة البيانات الختامية من طرف وزراء الخارجية والمسؤولين والشخصيات الذين شاركوا في هذه الندوة. أول مداخلة كانت لوزير خارجية أنغولا، تلاها مداخلة أخرى لوزير خارجية جيبوتي، ثم لوزير خارجية إثيوبيا رئيس مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، ثم كلمة أخيرة للسيد وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة، على أن يتم تلاوة البيان الختامي أو التوصيات الختامية لهذه الندوة بعد قليل يعني في المساء. ثم تأتي بعدها مباشرة ندوة صحفية يعقدها وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة، على أن يتم كذلك في المساء استقبال الوفود المشاركة من طرف السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. هذا ما لدي لحد الآن زميلتي ميسا، أعود إليك ليتسنى لنا مواصلة هذه التغطية لهذه الندوة رفيعة المستوى لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي. إليك زميلتي ميسا. فهم أبو عبد الله مفادنا لتغطية أشغال الندوة الثامنة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا بوهران، شكرا جزيلا لك.
إذن شكل اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر ملفا محوريا في مناقشات اليوم الثاني من أشغال الندوة الثامنة رفعة المستوى لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي. وأكد المشاركون في الندوة على ضرورة التسريع في تنفيذ مخرجات اتفاق الجزائر لتحقيق الاستقرار والسلم الدائم في مالي. أربعة ركائز أساسية يقوم عليها اتفاق السلم والمصالحة في مالية المنبثق عن مسار الجزائر والمبرم عام 2015 كانت ضمن أشغال اليوم الثاني من الندوة رفيعة المستوى لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، حيث شدد المتدخلون على ضرورة وضع الآليات اللازمة لتجاوز العراقيل والتسريع في تنفيذ اتفاق الجزائر ميدانيا. وتشوف الخريطة الآن نتاع الساحة ككل مش غير مالي، تشوف باللي تدخلات من كل جهة، تدخلات جاية من غير من يعني بلدان بعيدة من منطقة هذه، وكاين تدخلات حتى من المنطقة ولكن بأجندة مرتبطة بالأجندات الخارجية. التأخر في تنفيذ اتفاق الجزائر بعد أزيد من 6 سنوات من الإمضاء عليها كان له برأي المشاركين في ندوة وهران تداعيات خطيرة على أمن ليس مالي فحسب بل على كل دول المنطقة. الأكورد دالجي très important et je dirais fondamental pour stabiliser le Mali mais la région. Parce que تقدر دير نتايا دي ميكانيزم تقدر دير واش تحب كوم كوبيراسيون بصح سي اون ان مايون فابل كي لو مالي بور لانستون ما عندوش دي انستيتيوشن سوليد و لانستابيليتي في المالي ال لوي بيرمي با دو جوي سون رول. تراهن الدول الإفريقية من خلال مثل هذه الندوات على تجسيد اتفاقات التسوية السلمية للأزمات واستغلال الخبرات الدبلوماسية للأفارقة لتحقيق السلم والأمن في كافة أقطار القارة السمراء. التغيرات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها منطقة الساحل والصحراء من مالي إلى ليبيا تفرض على الأفارقة تكثيفا للجهود وتوحيدا للرؤى لتحقيق الأمن والاستقرار في مالي عبر التسريع في تنفيذ المسار المنبثق عن اتفاق الجزائر. لقناة الجزائر الدولية فاهم بو عبد الله من مدينة وهران الجزائرية. وصلت إلى مدينة غاو المالية المساعدة الجزائرية الإنسانية المقدرة بنحو 50 طنا من المواد خاصة الغذائية منها، ونقلت الشحنات عبر طائرات جزائرية نحو مطار غاو بمالي. بالموازاة سلمت شحنات مساعدات أخرى إلى الشعب المالي بمطار العاصمة المالية باماكو، وتشمل بالإضافة إلى المواد الغذائية لقاحات ضد كوفيد-19. وتندرج هذه العملية في إطار تعزيز أواصر التضامن والأخوة بين الجزائر ومالي. طبقا لتعليمات قيادة الجيش الوطني الشعبي لقد تم عن طريق طائرتين حمل ما يقارب 50 طن مساعدة إنسانية من الجزائر إلى الشعب المالي الشقيق، وهذا يثبت مداومة وثواب الجيش الوطني الشعبي عن طريق قيادته وشعبه الشعب الجزائري مساندة الشعب المالي الدائم والمستمر إن شاء الله. اليوم احنا نقف وقفة تضامنية مع الشعب المالي، وهذا نظرا للعمل الأخوي اللي هو مبرمج بين البلدين، أو نذكر بصفة عامة الشريط الحدودي اللي هو يشمل عدة مدن. نتبرع بهذه الكمية اللي تقدر بتقريبا 50 طن من مواد غذائية مختلفة، والحمد لله الهلال الأحمر الجزائري متواجد في كل المناسبات تبعا للتعليمات الصارمة من طرف هيئة الهلال الأحمر الجزائري. قال رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون اليوم خلال أشغال الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، قال إن سنة 2022 ستكون سنة اقتصادية محضة. وتطرق الرئيس الجزائري إلى العراقيل التي تواجه المستثمرين المحليين، مشددا على ضرورة مكافحة البيروقراطية والفساد اللذان ينخران الاقتصاد الوطني.
ننطلق من مرحلة تتميز بركود صناعي حيث لا يمثل الإنتاج الصناعي حاليا إلا 5 أو 6% من الناتج الخام الوطني، وهذه حقيقة تعطينا فكرة على حجم التحدي الذي يتعين علينا رفعه، ولكنني على يقين أن رفع هذا التحدي في متناولنا اليوم، بل أننا مصممون على مواجهته عبر خطوات ملموسة ومؤثرة تتمثل فيما يلي: رفع العراقل أمام المصانع الموجودة والتي تحول تمكينها من مساهمة في الناتج الوطني بالقدر المطلوب. ثانيا، المساعدة في إتمام المشاريع قيد الإنجاز أو التي تم تعطيلها لسبب أو آخر. وأضاف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنه أعطى تعليمات لتحرير العقار الصناعي من يد الإدارة الجزائرية وخلق وكالة وطنية للعقار الصناعي لا علاقة للولاة والأميار بها، وسيقتصر تدخلهم في إيجاد مناطق للنشاط فقط. إذن مشاهدينا، ستكون لنا عودة بحول الله إلى ملف هذه الندوة الوطنية حول الإنعاش الاقتصادي. وفي خبر آخر، أعلن على موقع مجلس الأمن الدولي رفع حظر السفر عن أرملة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي واثنين من أبنائه في خطوة إنسانية استثنائية. وجاء في البيان: يسري إلغاء قيود السفر على زوجة القذافي صفية فركش وابنته عائشة القذافي وأخيها محمد القذافي الأكبر، حيث كان الثلاثة قد حصلوا من قبل على حق اللجوء السياسي في سلطنة عمان. ويأتي قرار رفع القيود لمدة 6 أشهر حتى 31 مايو 2022، ويسمح بموجبه للمعنيين الحق في السفر لأغراض إنسانية خلال الفترة المحددة، بشرط أن يقدم الأشخاص المحددون معلومات عنهم قبل الرحلة بشهر وفي غضون شهر بعد الرحلة. تعهد الفريق الأول عبد الفتاح البرهان بعدم الترشح لرئاسة السودان في الانتخابات المقبلة التي تطالب بها القوى السياسية. وعرج البرهان في حوار تلفزيوني على اتفاق عودة حمدوك إلى منصبه بالقول إنه بداية لإعادة مسار البلاد إلى الديمقراطية، فيما اعتبر أن ملف العلاقة مع الكيان الصهيوني كان ضروريا لإعادة بلاده إلى المجتمع الدولي. في أول خرجة إعلامية له بعد اتفاقه السياسي مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان يكشف عن تفاصيل المشهد السياسي في البلاد بالقول إن عودة رئيس الحكومة إلى منصبه هي بداية تجسيد الفترة الانتقالية، فيما أكد عدم رغبته الترشح للرئاسة. هذا الاتفاق هو بداية حقيقية للمرحلة الانتقالية، مرحلة انتقالية كما كانت في الأساس تعتمد على قوى وطنية مستقلة تدير البلاد. البرهان وفي تصريح غير متوقع أيد انضمام بلاده إلى قطار تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، مبررا ذلك بالضرورة الملحة للعودة إلى أحضان المجتمع الدولي. إسرائيل مثلها مثل الدول الأخرى يمكن أن تكون لنا معها علاقات طبيعية. الأمر سيطرح بالتأكيد على الأجهزة التشريعية والأجهزة الصلة لإقامة علاقات كاملة. وبالعودة إلى مطالب الشارع السوداني والقوى السياسية برفع حالة الطوارئ التي تشهدها البلاد، ربط البرهان المسألة بالحكومة ومجلس الأمن والدفاع في السودان، فيما دافع عن المكون العسكري بعد اتهامات طالته بالتورط في الأحداث الدامية التي شهدتها المظاهرات الأخيرة، بتأكيده أن أطرافا أرادت استخدام الجيش لتبرير فشلها، وأن العمل متواصل مع القضاء لكشف من يقف خلف هذه الجرائم.
وفي تعليق له على الوضع الأمني المعقد في الجارة إثيوبيا، نفى البرهان ضلوع بلاده في دعم مقاتلي جبهة تيغراي المتمردة ضد الحكومة، مؤكدا أن استرجاع أراضي السودان سيكون بالتفاوض وليس بالحل العسكري. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من السودان عبر الهاتف السيد نور الدين صلاح الدين، عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني. أهلا بك سيدي. مرحبا بكم وسعيد جدا أن أكون معكم. أهلا وسهلا. إذن بداية، كيف استقبلت الطبقة السياسية في السودان إعلان البرهان عدم ترشحه للرئاسة؟ حقيقة هذا الأمر يعني قابلناه بعدم اكتراث. نحن نعلم الآن ويعلم السودانيين جميعا أن السلطة التي يستند عليها البرهان الآن هي سلطة غير شرعية، هي تمثل سلطة أمر واقع. ما حدث منذ 25 من أكتوبر الماضي أن السودان يدار بواسطة سلطة انقلابية تفتقد الشرعية الدستورية وتفتقد السند السياسي وتفتقد كذلك للشعبية والوجود حاضنة شعبية اجتماعية تدعمها. حديثه عن عدم رغبته في الترشح، إذا عدنا إلى هذه الجملة، نحن نقابلها بكثير جدا من الريبة. نحن نعرف جميعا أن جميع الدكتاتوريات وجميع الطغاة يقرؤون من كتاب واحد، مثل هذا الحديث قال به البشير رئيس النظام البائد أكثر من مرة، وفي كل مرة كان البشير يعمل على تغيير الدستور بما يتوافق ورغبته في الاستمرار في السلطة. كذلك كانت هناك تجارب عدة في محيطنا العربي والأفريقي لكثير من الدكتاتوريين الذين كانوا يقولون مثل هذا القول في بداية. طيب سيد صلاح الدين، قال البرهان ذلك قبل أن يقول، فنحن الآن أمام سلطة انقلابية سنعمل على إسقاطها في القريب. طيب أستاذ صلاح الدين، ماذا عن تصريحات البرهان بخصوص التطبيع مع الكيان الصهيوني كضرورة لتفادي العزلة الدولية؟ هذا القرار مضى فيه البرهان لوحده، هو قام يعني بالسفر سرا إلى دولة يوغندا ولقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت. لم يكن الطبقة السياسية أو الحاضنة السياسية ولم يكن حتى رئيس الوزراء على علم بهذه الزيارة وبتلك الاتفاقات. نحن نعتقد أن قدرة السودان على الانفتاح على العالم الخارجي ليست مربوطة بدولة إسرائيل. السودان كان يعيش حالة من العزلة الدولية بسبب السياسات التي كان ينتهجها النظام البائد. الآن السودان باستطاعته التواصل مع العالم الخارجي دون المرور بهذه الآلات التدنية والتي يمكن أن تحدث انقساما كبيرا داخل المجتمع السوداني. سيد نور الدين صلاح الدين، عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني، شكرا لك. توقفت الجمعة جولة المحادثات بين إيران وأطراف دولية حول الاتفاقية النووي دون إحراز أي تقدم كبير، فيما حمل مسؤولون أوروبيون وأمريكيون طهران مسؤولية فشلها. وقالت مصادر إخبارية إن المحادثات أجلت حتى الأسبوع المقبل. توقفت المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران حول إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 على أن تستأنف الأسبوع المقبل، محادثات وصفها الأوروبيون بالمقلقة، فيما اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إيران بعدم جديتها في إيجاد سبل إحياء الاتفاق، غير أن مراقبين إيرانيين يؤكدون أن مواقف طهران كانت واضحة منذ البداية. موقف طهران واضح، ما في، نحن حطينا قيود واللجنة كانت واضحة من بداية الدعوة بأنه الإجراءات يجب أن تكون مضمونة بإجراءات قائمة ومشددة، وهم وافقوا على الصيغة المبدئية، يعني مثل العادة الآن يتملصوا بحجج حتما بعد أسبوع رح يعودوا فيها. في الوقت الذي حملت فيه الأطراف الغربية طهران مسؤولية جمود المفاوضات، قال كبير المفاوضين الإيرانيين إن هناك لاعبين خارجيين يبذلون جهوداً لتعطيل المحادثات. الصهيوني حط ضغوطات على الأوروبيين
من خلال أمور الأوروبيين لربما رفضوها، لربما حاولوا يأجلوها، ولكن حتما تل أبيب لن ترضى بما يمكن أن تكون قد طرح من الجمهورية الإسلامية، لأنه هناك أمور كثيرة تتعلق في تغيير البروتوكول في التفاهم النووي أصلا برغبة صهيونية، وهذا غير وارد للنقاش ولم حتى يلوح له في الجلسة الحالية. في انتظار ما سيتقدم به الأوروبيون من عروضنا الأسبوع المقبل، تبقى الآمال ضئيلة بحسب مراقبين في توصل الأطراف لاتفاق جامع بالتزامن مع الضغوط التي يمارسها الكيان الصهيوني على الجانبين الأوروبي والأمريكي. حول الموضوع ينضم إلينا من طهران عبر سكايب دكتور أحمد مهدي الأكاديمي والمحلل السياسي، أهلا وسهلا بك. بداية سيدي، أهلا ومرحبا. مرحبا. إذن ما العقبات التي أدت على توقف الجولة السابعة من المحادثات حول النووي الإيراني بفيينا؟ شكرا على الاستضافة، أحييك وأحيي الزملاء في قناة الجزائر الدولية والمشاهدين الكرام. في حقيقة الأمر أن طهران قدمت خلال هذه الجولة من المفاوضات مسودتين مقترحتين، إحداهما تتعلق بإلغاء الحظر الجائر، والثانية تتعلق بمسؤوليات طهران فيما يرتبط بالاتفاق النووي، وهاتان المسودتان هما في الحقيقة تندرجان ضمن الأطر العامة والتفاصيل الواردة في الاتفاق النووي، والأطراف الأخرى هي في الحقيقة هي من دعت إلى تأجيل المفاوضات بهدف دراسة هاتين المسودتين وتقديم الردود عليها. هذا في ظاهر الأمر، ولكن خلف الكواليس كما تعلمون ويعلم العالم أن الولايات المتحدة هي التي قامت بتحديد مسار المفاوضات عبر الوسطاء الأوروبيين الذين لم يمتلكوا الاستقلالية الكاملة في اتخاذ القرارات اللازمة بشأن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق. إذن هذا يدلل من جهة على أن الولايات المتحدة تمارس التحايل والخداع والتزوير بشأن عودتها، لأنها ينبغي أن تلغي الحظر الجائر المفروض على طهران من جهة، وتعود إلى فتح القنوات المالية وتلتزم ب فتح العلاقات الاقتصادية مع طهران، وهذا ما ترفضه بسبب اللوبيات الصهيونية واليهودية الموجودة في الولايات المتحدة. الدكتور أحمد مهدي الأكاديمي والمحلل السياسي، كنت معنا من إيران، شكرا لك على هذه التوضيحات. يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السعودية قادما من قطر ضمن جولة خليجية قادته الجمعة إلى الإمارات، وسيعقد ماكرون محادثات مباشرة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومن المزمع أن تركز الزيارة على مسائل إقليمية أبرزها الملف النووي الإيراني والأزمة في لبنان. جولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سريعة في الخليج، فبعد الإمارات وقطر يصل إلى السعودية في ثالث محطة له بالمنطقة، ليكون بذلك أول زعيم غربي كبير يزور المملكة منذ الأزمة الدبلوماسية التي أعقبت مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر عام 2018. ماكرون رأى الجمعة أنه من الضروري الحوار مع السعودية التي وصفها بالدولة الخليجية الأولى من حيث الحجم للتمكن من العمل على استقرار المنطقة. كنا دائما واضحين في هذه القضية، فرنسا لها دور تلعبه في المنطقة، ولكن كيف لها أن تعمل من أجل استقرار المنطقة والتعامل مع ملف لبنان والعديد من المواضيع مع تجاهل الدولة الخليجية الأولى من حيث الجغرافيا والحجم؟ هذا لا يعني أننا راضون ولا يعني أننا ننسى. مسائل إقليمية عدة من المتوقع أن يتبحثها الرئيس الفرنسي مع ولي العهد السعودي، أبرزها الأزمة اللبنانية، حيث ينوي ماكرون بحث حلول الأزمة الخليجية مع لبنان التي تفاقمت مصاعبها الاقتصادية مع عدد من دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية التي جمدت مساعداتها للحكومة اللبنانية. ورغم أن العلاقات بين باريس والرياض كانت أكثر دفئا في عهد الرئيس السابق فرانسوا أولاند،
إلا أن فرنسا لم يكن لها نصيب كاف من الصفقات العسكرية والتجارية مع المملكة، حيث خيم الفتور على العلاقات في السنوات الأخيرة. وتعتبر فرنسا أحد موردي الأسلحة الرئيسيين للمملكة، لكنها تواجه ضغوطا متزايدة لإعادة النظر في مبيعاتها بسبب الصراع بين التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن، الغارق في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وبالتزامن مع جولة ماكرون الخليجية، تقدم ضحايا من حرب اليمن بشكوى في فرنسا ضد ولي عهد السعودية وولي عهد أبو ظبي بتهمة تمويل الإرهاب، متهمين البلدين بإقامة تحالف مع تنظيم القاعدة بحسب قول محاميهم. في الثقافة، تحل اليوم الذكرى 130 لميلاد الشيخ عبد الحميد بن باديس مؤسس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. المصلح الثوري والشاعر الصحفي، العالم المفسر، المعلم المربي، والكاتب السياسي، ألقاب استحقها الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الحركة الإصلاحية في الجزائر. ولد عبد الحميد بن باديس في 4 ديسمبر العام 1889 في مدينة قسنطينة شرق الجزائر لعائلة عريقة أنجبت العلماء وحفظة كتاب الله. درس ابن باديس علوم الدين واللغة في العام 1903 في جامع سيدي محمد النجار على يد الشيخ حمدان الونيسي، فحفظ القرآن وهو في سن 13. وفي عام 1913 التحق بجامع الزيتونة في تونس ليكمل تعليمه على يد خيرة العلماء أمثال الطاهر بن عاشور، محمد النخل القيرواني وغيرهم، وبعدها عاد إلى الجزائر لإلقاء الدروس في مسقط رأسه. ثم ما لبث أن منعته الإدارة الفرنسية من ذلك، فسافر إلى مكة لأداء فريضة الحج عام 1913، وهناك تعرف على الشيخ البشير الإبراهيمي، فتشكلت النواة الأولى لفكرة تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. وفي عام 1924 أسس الشيخ ابن باديس رفقة مجموعة من المصلحين جريدة المنتقد، لكن السلطات الفرنسية صادرتها، إلا أن طموح الرجل لم يتوقف ليصدر بعدها جريدة الشهاب. ومن ثم كلل مسيرته الدعوية بتأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين سنة 1931، وبعدها افتتح عدة نوادي فكرية وجمعيات ثقافية ومدارس وكليات إسلامية ومساجد لإحياء القلوب وشحذ الهمم وبعث الصحوة الإسلامية من جديد، ليكون بذلك امتدادا حضاريا لجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده والكواكبي. توفي ابن باديس في 16 أفريل من العام 1940 تاركاً وراءه رجالاً حملوا راية الإسلام في الجزائر. بهذا الخبر نصل المشاهدين إلى نهاية نشرة المنتصف. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. في أمان الله.